عن أنواع ومنتجات من الأكل وعن خطورتها. بحلقة الليلة الأكلة الأحب على قلب أولادكم التشيكن ناجتس، كيف بتتصنع، شو بيدخلها، منتابع التقرير ورح نرجع نناقش. كل الأولاد بتحب الناجتس بالمطعم، بس تظهر العيلة بيطلبوا الأولاد ناجتس بأعياد الميلاد، وجبة الأطفال المفضلة ناجتس بالبيت، بس ما تعجبهم الطبخة منقليلوا الناجتس. المنكهات الاصطناعية بتحسن له طعمته، بس رغم هالشي كتار منا بيحسوا إنه في طعمي غريبة. التجربة كتير بتختلف لما نعرف شو عم ناكل، والأهم لما نشوف كيف بيتصنع الناجتس قبل ما ناكله. ميات أفلام الفيديو على الإنترنت بتفرجي طريقة التصنيع يلي لو اختلفت بين مصنع والتاني ببعض التقنيات، إنما بتضل عم تنتج دجاج صناعي ممزوج مع بقايا الشحوم والجلد والعظم. وبتوصل الأمور ببعض المصانع لتخطي عملية الذبح الحلال بالذبح مباشرة على المكنات. الدجاج صغير أو صيصان بينحطوا بالنتافة هن وبعدهم عايشين، بيشيلوا الراس وبيضل الصوص بعظامه مثل ما هو، بفوت على مكنة تضغطه وبتشيل العظم وبيبقى القشر، وبعد ما ينشال الصدر والفخاد بيضل بقايا اللحم والشحم، وقشر العظم بينطحن وبيتحول لمعجون لونه زهري بيشبه الآيس كريم. بهالمرحلة بينزاد عليه منكهات اصطناعية ومواد حافظة مثل الصويا والفوسفات والنشا، والأهم بينزاد عليها مادة جلوتامات أحادي الصوديوم. هالمادة المسؤولة بشكل أساسي عن البدانة، بتحفز الدماغ على الأكل وبتتسبب بتعلق الشخص بالمادة يلي عم يكلها، لأنه بتخلي الغدا تفرز محفزات الشهية. عدا عن الدراسات يلي بتربط بين هالمادة ومرض ربو الأطفال، هالمزيج من شحم ولحم وقشر العظم مليانة هرمونات بتساعد على نمو الدجاج بسرعة قبل ما تصير بجسمنا وتسبب لنا خلل هرموني وأمراض عديدة. الطباخ العالمي جيمس أوليفر خصص أكثر من جلسة توعوية للأطفال من عدة مدارس عن كيفية صنع الناجتس بالتحديد لتحفيزهم على الابتعاد عنه. حكي جالس اختبر ردود فعل طلاب مدرسة المركزية جوني على مشاهد تصنيع الناجتس. الدهشة، المفاجأة، القرف، الغثيان والصدمة كانت واضحة على وجوه الطلاب. عرفنا لأنه بعدهم عايشين وكثير زعلنا، يعني أنه وبعد كيف فيهم يعملوها. أنا بطلت حب الناجتس لأنه هيدا شيء مقرف، لعولي نفسي ببقى يكون ناجتس لأنه عن جد قرفت. ما كنت مفكر أنه الناجتس اللي بنحبهم كثير ضلنا ياكلهم بالمطاعم، انه هيك بالطريقه اللي بيعملوهم فيهم، كنا نفكروا دجاج عادي. اخر مره باكل ناجتس كنت اكل شوي بس هلا بالمره. انا كنت اكل كثير ناجتس من قبل بس هلا ركزت على الموضوع وما بقى اكل ابدا. عرفت كثير كاني رح استفرخ، يعني I will never eat again. بحياتي بعد ما رح اكل ناجتس. صراحه كثير قرفت انه ليك لوين وصلنا، انه شو عم ناكل نحن. اذا بنعرف ثلاث ارباع القصص اللي بناكلها منبطل ناكل، من وين اذا بنعرف من وين عم تجي منبطل ناكل. اخر مره اكلت ناجتس كان فيها طعمه ليكويد او شيء هيك، كانت كثير بتقرف، سو ما بناكل ناجتس. لوين بقى اكل ناجتس؟ يعني انا كنت اكل مره بشهر بطلت اكل بحياتي. يعني شيء كثير مجوي، ابدا ما باكل ناجتس بحياتي. طعمه قرف، الزيت تبعها مقرفه، منا طيبه. كمان وقت بيعملون اذا وقعت على الارض بيجوا بيرموها وبيعزوها تاكلها. مش كانوا disgusting بس كانوا كتير طيبين، فحرجع أكل ناجتس. هالتقرير هو بداية لفتح سلسلة تقارير عن الصناعة الغذائية وعن وجبات الأكل السريع وضررها على الناس بشكل عام والأطفال بشكل خاص. وبين الناجتس المقلية وبين طبخة البيت الصحية، الطلاب يلي شافوا الفيديو بلشوا يغيروا خياراتهم، وهيدا المطلوب لنبلش نغير بعاداتنا.